ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد بقصر الصخير يوم أمس. نعم، في بداية الاجتماع رحب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأخي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن هذا الاجتماع يأتي لمواصلة العمل على تعزيز التكامل والترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهما الله. أشاد سموه بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وبحرصه الدائم على تعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال برامج ومشاريع مشتركة فاعلة في كافة المجالات، مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة هذا النهج المبارك والذي تعززه الاتفاقيات التي ستكون في إطار اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني وما تمثله من استجابة للتعاون الثنائي للمستجدات وللرغبة المشتركة نحو وضع الرؤى والتطلعات في موضع التنفيذ. أعرب سموه عن أصدق التهاني لما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إنجازات كبيرة عكست رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود السديدة وتطلع أبناء المملكة نحو الإنجاز والتميز بأن تكون المملكة العربية السعودية الشقيقة هي دائما نموذجا متقدما للتنمية والتطور والنماء. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن سروره بزيارة مملكة البحرين الشقيقة وشكره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. أكد سموه على أهمية الدور الذي يطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، مشيدا بالمستوى الرفيع للتنسيق والتشاور بين البلدين في شتى المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. رحب سموه بالمبادرات التي تم التوافق عليها وتدشين العمل بها من الجانبين في إطار المجلس. رحب الجانب البحريني باستهداف الجهات والصناديق المعنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة استثمار 5 مليارات دولار في المشاريع التنموية بمملكة البحرين، كما تم خلال الاجتماع بحث حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، وكلف المجلس التنسيقي برئاسة أصحاب السمو الملكي أولياء العهود الوزراء المعنيين من الجانبين التنسيق فيما بينهم والقيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيدا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس. حث المجلس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين المملكتين على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع والانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر، كما تم الاتفاق بين أصحاب السمو الملكي أولياء العهود في المملكتين على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في المملكة العربية السعودية في موعد يتفق عليه الجانبان عبر الأمانة العامة للمجلس ويتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين. استعرض مجلس التنسيق السعودي البحريني خلال اجتماعه 65 مبادرة ضمن عمل اللجان التنسيقية الخمس.